بولا يا أوبيان بتتهمك إنه أنت عم تدافع عن المصارف. يعني شو بتدافع؟ ضد المصارف هي؟ هي إذا سألوها من أين لك هذا؟ إذا سألوها من أين لك هذا وين بتطلع؟ أنا بدافع عن من وين بتطلع؟ أنا بدافع عن النظام المصرفي بلبنان، النظام اللي هو سبب قوة، أحد أسباب قوة لبنان. أنا ما بدافع عن المصارف، هاي واحد. اثنين، أما قانون سرية المصارف سرية، هاي مش أول مرة، بسنة 1998 بعهد الرئيس لحود بأوله، أنا الذي أسقطت القانون في مجلس النواب عندما شاءوا أن يسقطوا السرية المصرفية. اللي بيقرأ وبيتابع تاريخ الدول مع السرية المصرفية بلبنان، الضغوطات مستمرة لضرب السرية المصرفية بلبنان